السلام عليكم، حيا الله الأحرار أينما كانوا أنا موجودة. نحن معكم بالعربي عبد القادر، معتقل الرئيس السابق من ولاية تلمسان، ناشط في الحراك. الجمعة 121 في قلب تيزي وزو، رانا هنا واقفين مع خوتنا ونطلبوا من جميع الولايات أنه كونوا المثل للولايات القبائلية. ما كاش الانتخابات مع العصابات. الحاجة الوحيدة اللي نطلبوها ما هذا النظام أنه يرحل ويطلق جميع المعتقلين، ما تنساوش تدامنوا مع أخوتكم المعتقلين. التضامن مشي عبر صفحات فيسبوك ولا في الميدان. كي تقول لي نتضامن معه في الميدان، ما تقوليش نتضامن معه التضامن ماشي في المواقع، في الواقع، باش هكذا نطيحوا العصابة ونحروا المعتقلين. وحيا الله الاحرار اينما كانوا واينما وجدوا. كيف لقيت يعني لابيونس هنا في تيزي وزو؟ بون، هذه ماشي اول مره اللي ندير فيها مسيره في تيزي وزو. هذه جو بونس كاتريام ولا سانكيام تاع اللي حضرتها هنا في تيزي وزو، في مسيره تاع مع الشعب هنا في تيزي وزو. الله يبارك ما شاء الله، الناس كرامة ويعطيهم الصحة. وهذيك تاع اللي يقول لك القبائل ماشي مناح، امبوسيبل كاع، خاوة. هذه لعبة من النظام، بغاو يفرقونا بها. النظام بغا حب يفرقنا، يفرق بين القبائل والعرب. راكم تشوفوا انا من تلمسان، راني في تيزي وزو، هما ذو خوتي مع القبائل، كاع رانا خاوة. وهاد اللعبه ما تدخلوش اللعبه تاع النظام هذه، باسكو علاش النظام راه يحوس يشتت الشعب، ما يحبش يشوف من الشعب متلام وهذه موحد وهذه. لذا ما تدخلوش هاد النقطه تاع النظام هذه، ولازم نخرجوا 48 ولاية. والرسالة اللي كان لي نوجهها أنه نفكوا الحصر عن ولاية الغرب، باسكو ولاية الغرب راهم محاصرين وراهم يسراو بزاف الاعتقالات في ولاية الغرب، ومنهم خطفوا سايع عصام ثاني. رانا هاربين من العدالة ومن الأمن، باسكو علاش ما جبرناش القوة. كان نجبروا القوة ما يديروناش هكا، وما يعتقلوناش، وما يهدوناش، وما يخطفوناش. لهذا لازم نوقفوا مع بعضنا بعض ونفكوا الحصر عن ولاية الغرب. كما زحفنا العاصمة وزحفنا الولايات أخرى، نديروا ان بروغرام نزحفوا لولاية الغرب، نفكوا عليهم الحصر. أساسك الحراك الليلة أنروز ولا نكنو، والله ما أنا حابسين، والله ما أنا حابسين. دولة مدنية ماشي عسكرية. تبون ديغاش، شنقريحة ديغاش، لي جينيرو على بوبال.